الكتار مننا بيفكروا انه هن بيعرفوا المعنى الحقيقي للامان، والكتار باعتقادهم انه هو ام، اب، مال، ابن، زوج، شهاده، وظيفه والى اخره. نربط الامان بقصص مجرده. صحيح. وصح هذا الموضوع، ويمكن يكون مو صح ببعض الاحيان، وكلها امور بتساعد على تحقيق الامان والطمانينه عند الفرد البشري. لكن السؤال انه هل اذا غابت هاي الاشياء معناها انه فقدنا الامان لبقيه حياتنا؟ هل اذا ما كنت بتملك اي شيء من هالاشياء اللي ذكرناهن ممكن تعيش باضطراب وعدم استقرار وضياع؟ وهيك بنستنتج انه هاي المفاهيم ما لها دقيقه بمعنى الامان. المعنى الحقيقي للامان رح نتعرف عليه مع ضيفتنا الاستاذه سلام قاسم، اختصاصيه نفسيه. صباح الخير. صباح النور. يسعد صباحك استاذه، واهلا وسهلا فيكي معنا. يعني الأمان مصطلح كبير ويختلف من شخص لآخر، مثل ما كنا ذكرنا كل حدا الأمان بالنسبة له يختلف عن الشخص الآخر، بس كمفهوم عام شو المعنى الحقيقي للأمان؟ هلأ مثل ما بلشت وحكيتوا أنه ممكن يكون الأمان يقال أنه ممكن يكون الأب، ممكن الأم، ممكن الوظيفة، ممكن الشهادة، يفكر الإنسان أنه هذا هو الأمان، بس الحقيقة هي مختلفة تماماً. هلأ هذا هو جزء من الأمان، أما الأمان الحقيقي فهو مشتق من الأمن، والأمن مرادف لكلمة السلام. فهذا السلام هو شعور عند الإنسان، يكون شعور بالطمأنينة، شعور بالراحة، شعور بالقدرة على المواظبة، بالسرعة على متابعة الأشياء. هذا الشعور هو بيكون بحسسك أنه أنت قادرة تعملي كتير شغلات، كتير أشياء. والأمان الحقيقي هو الإيمان برب العالمين، هو الذي يعطيك الطمأنينة ويعطيك المحبة ويعطيك الإحساس أنه أنت قادرة تتغلبي على كتير أشياء. هلأ الأب والأم والشغلات هي طبعاً جزء كتير مهم وأساسي، ولكن غيابة لا يعني أنه الإنسان فقد الأمان أو فقد الطمأنينة. فالأمان الحقيقي هو إحساس وشعور، ويختلف أيضاً عن الأمن، لأنه الأمن في كتير بمفاهيم مثلاً بيفكروا أنه هن في ترادف ما بين الأمن والأمان، ولكن الأمن هو مجموعة الأعمال والمهام اللي ممكن الإنسان يقوم فيها لما بيتهددوا أي شيء، بيشعروا بالخطر أو أنه عم بيعاني أو في مشكلة معينة ممكن رح تصيبه، وممكن بيدخل تحت هذا البند، بيدخل الأمن السياسي، بيدخل الأمن الفكري، الأمن الاقتصادي، الأمن العسكري. أما الأمان فهو مختلف إلى حد ما، هو هذا الشعور الذي ينبع من داخل الفرد ويحسسه بأنه موجود، وهو مثل عنا الأمن العاطفي، الأمن النفسي، الأمن الاقتصادي، الأمن الاجتماعي، أو الأمن اللي ممكن يكون بضمن الأسرة أو الحياة الزوجية. تماماً. يعني ماسلو فرد الاحتياجات الإنسانية وقال أنه بهرم الاحتياجات وبهرم القصص اللي بتوصل لتحقيق الذات وتقدير الذات، كيف ممكن أنا أكون عم بعيش بالأمن والأمان بقاعدة الهرم؟ يمكن بتجي بالطبقة الأولى أو الثانية. نحن اليوم بدنا ندور على الأمان، على الأمن اللي ممكن نحن عم نعيشه أستاذة مع بعضنا البعض، إن كان كبشر وكمجتمع بشري أو بالأسرة الواحدة بدي حس بأمان. بسوريا قبل 2011 ما كنا منتخيل حالنا بيوم من الأيام نفقد بيتنا أو نصير مهجرين أو للأسف نترك منطقتنا ومحافظتنا وبلدنا ونطلع على مكان تاني نعيش بمخيمات أو بمدارس أو بقصص تانية. فقدنا الأمان لفترة من الفترات، حسينا حالنا أنه فعلا نحن بكرة نكون مو عايشين لا سمح الله وبعيد شر عن الجميع. قديش عنصر الأمن والأمان مرتبط بالاستقرار اللي نحن منعود حالنا عليه بحياتنا؟ هلأ شيء طبيعي لما الإنسان ما بيحس أنه هو بمكان ثابت، ما قادر أنه يتوازن، يحقق ذاته، يتفاعل مع الآخرين، يشعر بوجوده، قادر على العمل، أكيد هذا رح يعمل له شيء من الاضطراب وشيء من الخوف. وأكثر شيء يعني ممكن الإنسان أنه أنت تخاف من الخوف ذاته. فلما نحن منخاف من الخوف يلي هو صار مرادف لحياتنا وين ما رحنا وين ما جينا، فهذا طبعا بيعطيك شعور بعدم الاستقرار، وشعور عدم الاستقرار بيولد شعور عدم الأمان. هلأ لنكون نحكي بمصداقية أكثر، لما الإنسان بيعاني من عدم الثبات في مكان معين، لما بيحس حاله مهدد، لما بيحس حاله ما نو قادر يعمل أي شيء، لما بيحس أنه ما في هدف محدد عم بيحطه قدامه وبيسعى للوصول إله، لما بيحس أنه
الأرملة مثلا ما أنا قادرة أنه تصرف على أولادها، لما بيحس في غلاء معيشي كتير كبير، ما بيحسن يأمن التزامات أسرته، لما بتحس المطلقة بتهديد المجتمع لإلها وما أنا قادرة تتابع حياتها، لما بيحسوا الأزواج الزوجين أنه ما أنهم قادرين يقيموا بأعباء الأسرة، لما بيحس الطفل بعدم الأمان بوجود أهله أو عدم وجودهم، فهون طبعا نحن هذا خوف من المجهول بيعطينا عدم أمان أكيد. فهذا الخوف من المجهول أو هو فينا نقول عدم الاستقرار وعدم الثبات، هو بيولد شعور بالتوتر، شعور بالقلق، شعور بالخوف بحد ذاته، رغم أنه الخوف هو شيء طبيعي وشيء غريزي. يعني مثل فينا نشبهه مثل مصابيح السيارة، لما بتعطيك إضاءة خفيفة أنت بتعطيك الانعطافات والطريق قدامك، ولكن لما بيكون في ضباب كتير وبيظهر قدامك شعاع من الضوء الكتير كبير، فهذا بتلاقي الرؤية صارت مانا واضحة بالنسبة لك. هيك بصير بحياتنا، هذا هو القلق يلي بيؤدي للتوتر، بيؤدي لعدم المصداقية مع نفسه للإنسان، عدم القناعة بالذات، بصير في اختلاطات ما بين الأنا والهو والأنا الأعلى مثل ما قال فرويد. بالمقابل نحن كمان في عنا فينا نقول إنه الإنسان يلي بيعاني من عدم الثبات وعدم الاستقرار وعدم الشعور بالأمن والأمان، كمان هو بيحس حاله إنه مثل يعني موجود بغابة، وهالغابة الناس عم بتهدده، بيصير عنده عدوانية، بيميل للشعور بالخجل، بحاول إنه يظهر نفسه بتفوق على الآخرين، بحاول إنه وين ما قعد يكون هو محور. بالمقابل قد يميل إلى القوقعة، قد يميل إلى التنمر، قد يميل إلى الكره للأشخاص المحيطين حوله. هون شو بصير فيه؟ رح يدخل بدوامة، رح يعاني من التوتر، رح يعاني من القلق تماما أوكي. حتى ممكن يوصل عنده للاضطرابات النفسية، والاضطرابات النفسية دائما ما هي فينا نقول نحن فقط هي مصدر الشعور بهذا التوتر أو الألم يلي عم بيعاني منه أو عدم الاستقرار، قد يساعد المجتمع أيضا في الشعور بعدم الاستقرار والتوتر صح. والأوضاع السياسية المتبدلة والمتقلبة كمان بتساعد أنه الإنسان بيعاني من قلق وتوتر، بالتالي بيكون أوكي. عنده عدم شعور بالأمن والأمان. يعني يمكن خلينا نحدد هيك حديثنا أكثر، بدي روح أحكي على شيء له علاقة بالعلاقات الزوجية. دائما بنلاقي واحد من أسباب فشل أي علاقة هو بتقلك الزوجة أنه أنا ما حاسة بأمان، ما عم بشعر بهذا الأمان، وممكن تفشل العلاقة وتنتهي لمجرد أنه هي لا تملك هذا الشعور مع هذا الشخص. شو الأسباب يلي بتخلي المرأة توصل لهي المرحلة أنه هي ما تشعر بالأمان خلال تواجدها مع هذا الرجل مثلا؟ هلأ دائما هي بتختلف الاحتياجات أو الحاجة للأمان باختلاف السيدات، يعني كل إنسان بالنسبة له الأمان مختلف عن الشخص الآخر. يعني مثل أصابع اليد فينا نشبهها أنه ما نون متشابهين، وكل مرحلة من مراحل الحياة كمان بتختلف. يعني لما بتكون الحاجة للأمان بعمر بالطفولة غير بالمراهقة، غير لما بتكون زوجة أو سيدة اللي نحن رح نحكي عنها. فالمرأة تشعر بعدم الأمان في بيتها لما بيكون زوجها بعيد عنها، لما بيكون بينهدم حاجز الثقة اللي موجود بيناتهم، لما بتصير هي ما عاد توثق بجوزها، لما بتنبعد بيناتهم مهارات التواصل، ما عاد في تواصل بيناتهم، لما بيكون ما في اهتمام، ما في احترام متبادل بين الطرفين، هون كمان هذا بيؤدي الى فقدان. بس صح انه مثلا تربط الامان يعني شعوره بالامان بزوجها، يعني اذا هو موجود انا حاشعر بالامان، اذا هو لا سمح الله توفى اتطلقوا، هي هون كيف ممكن يعني تملي هذا الشعور بالنهاية اللي ممكن تفقده كمان إذا هي رابطة شعورها بالأمان بوجود أكيد زوجة. هلأ لما المرأة هي بتربط شعورها كتير غلط أنه نحن نسند ظهرنا على شخص، هي من الأخطاء يلي الناس كتير يعني متواردة أو كتير موجودة عند الناس. نسند ظهرنا على شخص على لفترات شخص. دائمة تماما، لأنه بيوم ممكن لفترة مؤقتة أوكي هلأ ممكن، بس أنك على طول يعني ما بتحسن تستمر، لأنه متى راح خلاص انتهت شخص ثاني. فنحن هون طبعا كتير غلط انه نعتمد على هالشخص. لازم تعيشي حياتك، لازم تعيشي حياتك بوجود الزوج او بعدم وجوده. يعني لازم يكون لك حياتك، لك شغلك، لك رفقاتك، لك روحاتك، جياتك، الوسط اللي خاص فيك انت، لا تنهي لمجرد انه تزوجتي. يعني كثير ناس بتفكر ترسم الزواج انه يعني مملكه شغله يعني ومملكه بالنسبه لها، يعني هي هون الشيء اللي عم تحلم فيه انه الزواج شغله كتير كبيره. الزواج شيء عادي وحياه بناء اسره. يعني مو بس لما يا ريت لما بتوصل على الزواج بتلاقي بلشت تحكي مع شاب جديد، حذفت ثلاث ارباع رفقاتها من الفيسبوك، لغت الواتساب تبعها، تخيل يعني انهت حياتها. ممكن هذا الشاب اذا خطبه يقول لها وقفي دراستك بتوقف دراستها، ممكن هذا الشاب يقول لها مثلا ممنوع تروحي تزوري بنت خالتك. ليش؟ والله منيحه بنت خالتها معها. لا، لانه هيك السيد بده. طب هلا انا ما عم بجي من طرف النساء،
بالمقابل الشاب كمان ممكن يكون عم يتخلى عن صديقاته، عم يتخلى عن صديقاته بالجامعة، بيغير شغله إرضاء لبيت حماه مثلا، إرضاء لزوجته كمان. هذا موضوع غير عقلاني أنا بقول. طيب بدنا الحل، وصفنا حالة عدم الأمان. أنا عم حس بشيء اسمه insecure، ما عم حس بأمان. شو الحل لحتى حسس حالي بهذا الشعور المهم جدا اللي هو الأمان؟ هلا أهم شيء نحن لحتى نحس بالأمان هو الإيمان برب العالمين، لأنه الإيمان هو بحد ذاته بيعطيك شعور بالأمان، وهذا ما قال عنه العالم الأمريكي المشهور يلي حكى بالأديان وعلاقتها بعلم النفس، ويليام جيمس، لما قال إنه النجاح أو الطريقة الوحيدة للتخلص من القلق هو الإيمان. فنحن الإيمان برب العالمين كتير مهم لحتى نحسن نتجاوز مرحلة كتير كبيرة من عدم الشعور بالأمن والأمان، وبالتالي وجعلنا بينهم مودة ورحمة. وكمان الإنسان هو الزوجة، هي يعني المودة والرحمة المقصود فيها الاهتمام فيها، لما بيهتم الزوج بزوجته بتهتم المرأة بزوجها، يكون بيناتهم تواصل. يعني مو غلط أنه نحن بمواقف معينة أنه يكون بيناتنا نهدي بعض، لو أشياء بسيطة، شغلات رمزية، أنه هي مجرد الهدية، تهادوا تحابوا، يعني تقضي على ثغرة ممكن تكون موجودة بين الأزواج. كتير كمان أنه المرأة لازم ما تبني هالة على شيء فاضي، يعني هالتوهمات والأفكار طبعاً ما أنا موجودة مثلاً أنه مجرد تخيلات أنا بشك بزوجي، إذا ما عندي شيء مسبق ما في دلائل بين إيدي حقيقية، ليش أنا لشك فيه لمجرد أنه تأخر بعمل أو سهر مع رفقاته؟ هذا لحاله بيعمل توتر وقلق وشعور بعدم الأمان. لازم أعطي لنفسي مساحة من الحرية، مساحة من الاهتمام بالنفس والذات. حتى هلأ هي مرتبة الأمن والأمان هي من المراتب العليا في هرم الاحتياجات اللي قال فيها ماسلو. فطبعاً نحن كمان كتير مهم أنه الزوجة تثق بزوجها، والعكس كمان هو صحيح، لازم الثقة المتبادلة تكون موجودة، لازم التواصل بيناتهم يكون موجود دائما. لازم نحاول نحن مشاكلنا وعلاقاتنا وحياتنا انه كمان ما نحكي قدام اولادنا، ونهتم بجيل الجديد يلي رح يخلق، وحتى مرحلة الطفولة والمراهقة حتى يخلق جيل جيد. لازم نكون نحن نقطة نقطة هذا الموضوع، بلكي بأسابيع قادمة كل عنصر منفرد له فقرة مستقلة. شكرا لوجودك معنا، اهلا وسهلا فيك. شكرا لكم، وان شاء الله هيك بيعم الامن والامان على بلدنا الحبيب، ونرجع منعيش الاستقرار يلي كنا عايشينه وبنحلم فيه. شكرا لك، اهلا وكل عام وانتم بخير بمناسبة اعياد الميلاد. انت بألف خير يا رب. مشاهدينا، دراسة حديثة ضمت عشرات الآلاف من السيدات حول العالم قدرت يمكن تتوصل لصفات الرجل يلي بتبحث عنه المرأة، ويلي ما كان من ضمنها لا المال ولا الجمال، وركزت على صفات شخصية بحتة.